مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مرحبا بحضراتكم. لازلنا نتواصل أيها الإخوة مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية، هذه العطاءات تتنافس وهذه الشعارات تتحدى هنا على أرضية ميدان الوثبة. ندخل معكم مباشرة لتعليقنا على هذا الشوط، نشوف ونرى وإياكم من تحتل المركز الأول. هناك ممتازة وتحمل هذا الشعار الممتاز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم علي بن راشد بن غدير في العناية وفي التضمير. ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز ومن تحتل المركز الثاني. ذكريات مشاهدين الكرام تحتل المركز الثاني، تعود ملكيتها لسمو الشيخ سعيد بن حمدان. سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن محمد بن حزيم في عملية التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، من تحتل المركز الثالث مشاهدينا الكرام. المركز الثالث تصنع حشيمة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان في العناية وفي التضمير، بينما كذلك حصل تغيير من قبل الشايبة لسمو الشيخ محمد بن المر آل مكتوم سعيد بن عبيد العويسي في عملية التضمير. ننتقل مباشرة سعيد بن عبيد السبوسي هو من يدير عملية الشايبة اللي تحتل المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع، المركز الرابع زعفرانة المملوكة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في العناية وفي التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، من تحتل المركز الخامس وصلت نوايف، تحتل المركز الخامس لهجن العاصفة المملوكة والتابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حمد بن راشد بن غدير في التضمير. إذا مشاهدينا الكرام أتممنا معكم النداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات. على كل حال مشاهدينا الكرام نضع النقطة تحت السطر بعد إتمام نداءنا الأول ونعود من حيث بدأنا إلى مقدمة هذا الشوط. ذكريات جميلة ستسجل هنا على أرضية ميدان الوثبة. ذكريات هي من تحتل المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان. ذكريات مشاهدينا الكرام لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم في عملية التضمير. الله عليك يا بن حزيم، ولكن هنا في المركز الثاني، من تحتل المركز الثاني ممتازة مشاهدينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن راشد بن غدير في التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، من تحتل المركز الثالث نوايف لهجن العاصفة المملوكة لسمو والشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن التغيير يحصل ويطرى هنا مشاهدين الكرام على ثالث المراكز. نجود مشاهدين الأفاضل، نجود هي من تحتل المركز الثالث، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعبي في العناية وفي التضمير. ننتقل وإياكم إلى المركز الرابع، من تحتل المركز الرابع نوايف له هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير في العناية وفي التضمير. المركز الخامس زعفرانة لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير في التضمير. نعود مباشرة المشاهدين الكرام 2500 متر يا مشاهدينا الأفاضل، أينما كنتم عبر هذا النقل الحي المباشر من هنا من أرضية ميدان الشحانية وعلى قناة من ميدان الوثبة وعلى قناة أبو ظبي الرياضية.
إذا نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط. الصدارة مشاهدين الأفاضل مع ذكريات، الذكريات الجميلة أيها الإخوة مشاهدين الكرام، ذكريات لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن محمد بن حزين في العناية وفي التدبير. يا سلام على ذكريات، ذكريات الوثبة مشاهدين الكرام، الله الله، يا سلام على ذكريات لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن محمد بن حزين في التضمير، بينما هنا في المركز الثالث ممتازة تحتل المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير في التضمير، وهنا في المركز الثالث هنا تغيير واسم جديد، الشاهينية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن الشيب السبوسي في عملية تضميرها، رابع المراكز نجود مشاهدين الأفاضل لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعبي، وهناك التغيير على المركز الرابع من قبل نوايف، نوايف لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، ومن يدير عملية تضمير هجن العاصفة 1500 متر. ننتقل إلى المركز الخامس، زعفرانة تحتل المركز الخامس لهجن العاصفة، حمد بن راشد بن غدير هو من يدير عملية تضميرها. نعود مباشرة إلى ذكريات، ذكريات مشاهدين الكرام هنا مع الذكريات الجميلة المميزة. الله يا بوي يا هذا الشوط، 1200 متر بقيادة ذكريات، ذكريات جميلة ومميزة هنا أيها الإخوة، هي من تقود المسار، ولكن أرى التغيير من ممتازة، ممتازة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن غدير في التضمير، ولكن هنا الوصول من شعار هجن العاصفة زعفرانة هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، وهنا كذلك الوصول كذلك نجود تحتل المركز الثالث، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعبي. يا سلام، الله 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 على هذا الشوط أيها الإخوة مشاهدين الكرام، المقدمة مع ممتازة ونجود قادمة، نجود قادمة وممتازة تحتل المركز الأول ونجود في المركز الثاني. الله يا سلام، إذا ممتازة تحتل المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، علي بن راشد بن غدير في التضمير، نجود في المركز الثاني لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني سعيد بن راشد الزعبي في العناية وفي التضمير، المركز الثالث الزعفرانة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. يا سلام، الله الله الله، ممتازة مشاهدين الكرام، أداءها ممتاز، عروضها مميزة، ممتازة أيها الإخوة، هي من تحتل المركز الأول وهي الأقرب للناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن أرى الزعفرانة، الزعفرانة الزعفرانة، ونجود قادمة، نجود والزعفرانة، وكذلك ممتازة، ممتازة حتى هذه اللحظة ممتازة. تهانينا تهانينا مشاهدينا الكرام، نهني مالك ممتازة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثاني هجن العاصفة، المركز الثالث نجود، المركز الرابع، المركز الرابع كفاح، المركز الخامس وصلت مياسة لهجن الرئاسة. إذن مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، شاهدنا وإياكم نتيجة هذا الشوط، والنتيجة كانت بقيادة ممتازة التي أدت العروض المميزة الممتازة. ها هي لحظات وصولها إلى خط النهاية، 9:25 جزء واحد من الثانية. تهنئة نوصلها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، كما أيضا نوصلها لعلي بن راشد بن غدير المركز الثاني، وصلت فيه زعفرانة 9:25 خمس أجزاء من الثانية. التهنئة لهجن العاصفة ولحمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، نجود تصنف المركز الثالث 9:25 ثمان أجزاء من الثانية. التهنئة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، كما نزف التهنئة لسعيد بن راشد الزعبي. إذا مشاهدينا الكرام